قدموا لنا اياه ضيوفنا يلي شاركوا الاسبوع الماضي بمناسبه اليوم العالمي لموسيقى الجاز بمهرجان وسط بيروت. وطبعا احيوها المهرجان عده فرق بتهتم بهالنوع من الموسيقى. اهلا وسهلا بكمال بدارو. اهلا وسهلا فيك. ثانك يو. كيفك؟ بومبا. يعطيك الف عافيه. وكمان فؤاد غريب كمان اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. بداية هيك يا ريت بتعرفونا شوي على حالكم والهيئة، يمكن انتم بتهووا تدقوا جيتار صح. مش محترفين صح. تفضل كمال. انا تاجر بالحياة وعندي هوبي كثير من الموسيقى وبالاخص نعم. البلوز. اوكي، قد ايه صار لك تعزف موسيقى؟ كان عمري 5 سنين. واو. بلشت على البيانو لانه بحب البيانو، كانوا اهله يقولوا لي ا بي سي دي ودوري مي مع زيت الوقت بلشت فيها. اوكي، وبعدين قلبت على الجيتار، بلعبها باي اير الجيتار، ما بلعبها باي نوت. البيانو مبلا رحت على الكونسرفاتوار وتعلمت أوكي. وكذا، فضلت الجيتار لانه فيها احساس غير ومبسوط فيها كثير. والتقيت بفؤاد وبعيسى غريب زميلكم بيكون والده، واسسنا الماندي بلوز مان من 22 سنه. واو، هالقد صار لكم مع بعض. وعم تقدروا توفقوا بين الشغل وبين الموسيقى عادي فؤاد؟ قررنا ندق التنين، سمينا الباند ماندي بلوز باند لانه نعتبر التنين اول اسبوع ما في كثير شغل وما في كثير حركه. وبقدر اكد لك انه اذا بدنا نسافر بنسافر الثلاثه وبنرجع الاحد كرمال لتكونوا جاهزين هالحلقه. فؤاد، انت كيف تحت لي رح تصب الموسيقى؟ انا من كمان من بالبيت، يعني بي كان يدق جيتار وقلب على الساكسوفون بعد شويه وقت، وهو اللي حببنا فيها. يعني كنت انا في انا وصغير اقعد، كان عمري شي 4 سنين، اقعد اتسمع عليه هو يكون عم يتسلى بالبيت وهيك وقت يكون في موسيقى ايه بالبيت بتصور في هوايات بتقلع هيك يعني صح. بقى ايه 5 سنين وتعلقت بالجيتار، بلشت مزبوط على 10 سنين بلشت دق يعني، وبعدها هوايه كل الوقت وباي اير مثل كمان ما تعلمت النوتات يعني. طيب ليش لما تعلمته ليه ضلت هوايه ما اخذتوها يعني ما صارت مهنتكم كمان؟ ايش ليه كمان؟ انا بقول هيدي مهنة كتير صعبة إذا عم نحكي كجيتار عالميين نعم. اللي اشتهروا وعملوا، لأنه يعني بالنتيجة واحد لازم يستفيد منها وياكل من ورا هالشغلة صح. ليل هيدي شغلة كتير صعبة تا واحد ينجح فيها. يعني بعطيك أسامي مثل
إريك كلابتون أو بيبي كينج اللي حالته مش كتير حالته الصحية مش كتير منيحة هالأيام. هو اللي عملوا ثروة واشتغلوا ما كان لازم يضلوا بأعمالهم وأشغالهم، بس هو اللي نادرين يعني يمكن في شيء ما بعرف يعني بالنهاية فينا نقول إنه الفن يمكن هيدا ما بيطعم خبز. لا هلا هي في بركة شغلة صغيرة إنه نحن الجيل تبعنا كمان مرقنا بفترة صعبة، حروب يمكن ايه حروب وكان الوضع صعب، كان وقتها يا مهندس يا حكيم بدك تأمن. هلا بعتقد مع انه الاوضاع ما كثير منيحه، بس ما بعرف ليش هلا صار في بتشوفي في جروبات عم تنشا، في ناس عم تروح على الموسيقى كمهنه. نحن بركي وقتنا كان اصعب، كان في قصف وقتها، ويعني ما راح نرجع نتذكر، بس انه الواحد لازم يكون واعي على هالشغله انه مرقنا بوقت جيلنا اتليست يعني نحن كانت صعبه الواحد يروح بمهنه صح صوب الموسيقى شوي يعني. ايه بس ايه ما بيمنع اذا هلا زد كل شيء عندك وقت الكافي. طبعا حضرتكم شاركتوا بمهرجان جاز اللي صار الاسبوع الماضي، وكاميرا ببيروت كانت موجوده هناك. خلونا نشوف الاجواء وبنرجع بنعلق على التقرير. يلا منظمة اليونسكو وبالتعاون مع حملة متحدون مع التراث وبتنظيم من شركة سوليدار، أحيا وسط بيروت يوم الجاز العالمي في شارع يوسف الرامي تزامنا مع إحيائه في عدد من العواصم العالمية. شاركت في هذا الاحتفال فرق موسيقية لبنانية منهم رافي ماندليون جاز كوينتت وفرقة تشانغو. المهرجان الدولي للجاز يحتفلوه ب30 نيسان كل العالم نفس النهار، وهالسنة في 185 مدينة بالعالم عم يحتفلوا بهال International Jazz Day، وبيروت كمان صار سيدة ثالث سنة. الأصداء كتير منيح والناس عم بيسمعوا جاز أكتر وأكتر، خصوصي بالشباب. عندنا 6 باندز من كل أنواع الجاز، بوب روك، جاز روك، جاز وبرازيليان. الخيار على هذا الشارع البيروتي القديم لكونه من المعالم الأساسية في بيروت، ورافق يوم الجاز العالمي في لبنان سوق الأكل، مما شكل فرصة تلاقي محورية للمشاة من الكبار والصغار. المهرجان كتير حلو والموسيقى كتير حلوة وفي جو كتير حلو، كلها بتجنن يا رب. جيت عن جد طقس وناس وعالم، ما في محل نمشي، شي بياخد العقل. والله اليوم حلو مميز، جينا نحن والعائله نغير جو نسمع موسيقى ونجرب اكل جديد. حلو كثير المهرجان للجاز اللي هون، غير انه الجاز يعني حلو في كثير عالم بتحبه. ان شاء الله على طول هيك بتضل الاجواء بلبنان، مثل ما شايف يعني كل العالم مبسوطة وشي كتير حلو. فؤاد لفت انه الوالد كمان كان عم بيشارك على الساكسفون. مزبوط، اسم الله عليه، هو موجود معكم بالباند كمان؟ بالماندي بلوز باند. مزبوط مزبوط، كان يعزف جيتار هو وبعده بيعزف، يعني بيحب يلقط الجيتار اوقات، بس هديته امي كان عمره رح نقول 60 سنة، هديته ساكسوفون واستغرب انه ليش ساكسوفون، وهو بيحب بيهوي يعني هوايته الموسيقى اكيد، هو صحافي بس هوايته الموسيقى، بتسمع على البلوز وعلى الجاز، وكان هدية عيد ميلاده ساكسوفون. من وقتها تتعلم حلو بدأ
كمال، شو اضافت هالمشاركه لكم؟ ومثل ما شفنا الاجواء كانت رائعه وكان في هيك كثير انسجام انتم كفريق مع بعض. محيلي احكي شوي عن البلوز. نعم. موسيقى شوي فيها مخاطره لانه كلها ارتجاليه. فوقت في ناس قدامك عم بيستوعبوا او عم بيحبوا هالشيء، دغري نحن بتعطينا عنفوان او بتعطينا اندفاع اكثر. وهيك هيك كان هالديك السهره شيء مميز. هالناس اللي كانوا موجودين كثير عطيونا يعني كان في الهام واحساس رائع. يعني لمستوا تجاوب من الناس صح. مع الموسيقى يلي قدمتوها، مع انه بيقولوا مرات في ناس معينه بتحب الجاز اكثر. هلا اكثر واكثر. اي مزبوط، في شوي بس هلا اكثر واكثر. يعني المهم الناس تتسمع، وكل ما يمرق الوقت هنا عم بيتسمعوا، كل ما يتعودوا وبتصير بيعشقوها. هلا مثل ما قال كمال في شغله الابتكار اذا فينا نقول، او نحن بنعمل امبروفايزيشن. نعم. هلا في ستراكشر معروفه، بس الليل كل ليله فارقه عن الليله اللي بعدها. يعني اليوم دقينا شيء هلا ما كنا دقينه قبل، وبركي ما رح نرجع ندقه بعدين. عم نحكي كسولو اللي بيطلع ايه هيك، يمكن اللي بيطلع هي كرييشن او ما بعرف كرييشن اون ذا سبوت بوقتها. هي بوقتها، ساعتها وقت يكون في تجاوب هالشغله بركي بتتضاعف، بتطلع بعد احلى. وهيك كان وقت الجاز فيستيفال، كان في ناس. ثانك يو. اكيد نحن بدنا نشكركم على حضوركم معنا فؤاد. يا ميت اهلا وسهلا، وكمال كمان كل التوفيق لكم. ميرسي كثير. ثانك يو. مشاهدينا بريك، وبعد الفاصل اجواء ذا ستار نجمه العرب، خليكم معنا. ستائر